أطلق صندوق العمل التمكين منصة كوادر التي تستهدف الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة ضمن أولويات صندوق العمل القائمة على تعزيز مشاركة الكفاءات المحلية في المسيرة التنموية لمملكة البحرين. هذا وتتميز المنصة بوجود قاعدة بيانات وطنية تركز على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتساعد على سد الفجوات المهارية في سوق العمل من خلال ربط الكفاءات المحلية بالفرص الوظيفية المتاحة. برامج وخدمات ذات تأثير كبير تقدمها تمكين لتحفز من النمو المتواصل في مجالات العمل المتخصصة من خلال تصميم برامج تلبي احتياجات السوق الحالية وتخريج كوادر بحرينية متخصصة في المجالات المطلوبة، حيث أطلقت تمكين برنامج كوادر في مرحلته الأولى لتركز في هذه المرحلة على المتخصصين في تقنية المعلومات وتسعى لدمجهم في السوق المحلية بالتواصل المباشر مع أصحاب العمل. أحد أهم أهدافنا هو جعل المواطن البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، وعلى هذا الأساس أطلقنا منصة كوادر، واللي معنية بالخبرات التقنية المحلية اللي موجودة واللي تركز طبعا على قطاع تقنية المعلومات. جاءت فكرة المنصة من الإقبال المتزايد من المؤسسات المحلية أو حتى الاستثمارات والشركات الأجنبية اللي تأخذ من البحرين مقر لها، طلبهم المتزايد على الخبرات التقنية في مجال تقنية المعلومات. فطبعا المنصة هي منصة وطنية تعطي المجال لأصحاب الأعمال إن أهما يرفقون الوظائف المتاحة عندهم لمطابقتها مع الخبرات المحلية الموجودة. هذه المنصة أطلقت من خلال استراتيجية مدروسة بحثت في أعماق السوق المحلية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وصممت لتمكين الأفراد على إحداث التغييرات الإيجابية في قطاع تقنية المعلومات. كمرحلة أولية التركيز هو على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. الهدف من كوادر هو لخلق قاعدة بيانات وطنية في هذا القطاع، وفي نفس الوقت لمساعدة المتخصصين في هذا المجال يحصلون على فرص عمل تدعم تطورهم الوظيفي. فاللي بيستفيدون من منصة كوادر حاليا هم الباحثين عن العمل واللي يشتغلون في نفس المجال، واصحاب الاعمال اللي عندهم شواغر في نفس المجال. طبعا العملية جدا سهلة، يقدرون يزورون موقعنا الالكتروني ويسجلون بياناتهم ويرفقون سيرهم الذاتية. قطاع الاتصالات أو قطاع التكنولوجيا والاتصالات هو واحد من أهم القطاعات في العالم والقطاعات الاقتصادية في العالم. هاي القطاع طبعا من سنين وهو متميز في قطاع الاتصالات وقطاع التكنولوجيا. البحريني دائما مبدع في هاي المجال ودائما أثبت نفسه في البحرين وعالميا. برامج بناءة من قبل تمكين تهدف إلى زيادة الابتكار والتنافسية والمرونة في سوق العمل لتنشئ طريقاً مختصراً يربط بين المختصين وأصحاب العمل ليسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. منصة كوادر منصة وطنية أطلقت لتجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال لتبرز بذلك الطاقات الوطنية الشابة في مجالات التقنية والتكنولوجيا. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.